زي ما تابعنا في المناورة، أو خلينا نقول في حدود ما هو كان مسموح من متابعته، لأن احنا عارفين أنه بعض العمليات بتتسم بالسرية ولا يتم الإعلان عنها، ولكن الاستخدام أو مشاركة القوات المسلحة بمختلف بقى الفئات، بنتكلم على الصاعقة والمظلات وما إلى ذلك، وأيضا استخدام غالبية أسلحة الجيش المصري، وهو ما يعني ما سعت إليه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وما حصلت عليه القوات المسلحة من أسلحة جديدة قوية ومعدات يعني بتحتاج كمان لمهارات بشرية لاستخدامها، وليست فقط يعني مهارة المعدة ولكن كمان مهارة الجنود أو أبطال القوات المسلحة في استخدامها. بالظبط كده، هو ده كان عنصر المفاجأة اللي ما بنعلنش عنه عادة، وأنت يعني صح اللي بتقوليه حضرتك إن مش كل الإمكانيات بتعرض، فرغم المناورات اللي كنا بنعملها أيام حرب 73 ما أعلناش عن أهم وأخطر سلاح دمرنا به خط برليف، وهو طرمبات المية. رحم الله اللواء باقي اللي هو اخترع هذه الطرمبة واخترع هذه الفكرة، وبالتالي بيبقى سلاحك الرئيسي الاستراتيجي اللي قصدك تكسبي به المعركة لا مش معلن طبعا، وبالتالي المفاجآت الاستراتيجية والتعبوية بتكون مختلفة. السلاح الصغير الار بي جي ده اللي هو ضد الدبابات في حرب 73، انا بدي امثلة، ده سلاح بيستخدم من قاعدة تضع على الارض وتضرب. الجندي المصري الجدع الصعيدي المصري اللي شال المدفع ده على كتفه، ولأول مرة نرى جندي قتالي يحارب دبابة واقفا على قدميه، المشاة ضد الدبابات دي عمرها ما حصلت فعملناها. اذا المفاجآت التعبوية دي طبعا مقصودة، كلام حضرتك مظبوط ان مش كل ما رأيناه هو كل ما سيستخدم، بينما عادة السلاح الرئيسي والتعبوي والمفاجآت لا ما بنعلنهاش طبعا. طيب الاستخدام بقى يا فندم والإعلان عن بعض أنواع الصواريخ أو المعدات اللي هي طويلة المدى، أو إنه يبقى فيه ده جزء بيستخدم لمسافات محددة وده لمسافات أبعد، إن نشوف استعراض لحركة الطيران أيضا والقوات الجوية وما لدينا، يعني برضو وإحنا يعني أنا هضم يعني أو هاخد جملة حضرتك، ما نراه نحن يعني نرى جزء من الكل وليس الكل او كل ما لدى ابناء القوات المسلحه، عينه تعتبر عينه بسيطه ايضا يعني. نعم صحيح، وبرضو تصديقا لكلام حضرتك نقول حاجه مهمه، وهو ان برضو بعض العسكريين اللي كتبوا مقالات لطيفه لو تتابعي الكتابات العسكريه، ان مصر من الدول اللي نوعت مصادر السلاح. أيوة. احنا اصلا قبل في 73 كان تسليحنا روسي، نقلنا الى التسليح الامريكي، النهارده بننوع، لدينا الطيارات الرافال الفرنساوي، لدينا حاملات طائرات فرنسيه، لدينا تسليح روسي، لدينا تسليح الماني، لدينا غواصات المانيه. نعم. لدينا السلاح الرئيسي امريكي، اذا نحن لدينا مختلف الاسلحه حتى في الطيران، هتلاقي اكثر من مصدر للطيران فرنسي وامريكي وروسي. العسكريين بينبهونا النقطه لازم نشارك المشاهدين فيها، ان كل نوع من هذه الانواع لانه له دولته له وسيله مختلفه للتعرف عليه. كيف تقيم غرفه عمليات تستطيع ان تتعامل مع انواع مختلفه من الطيران، وتستطيع انها عشان الطيران ده لازم يبقى متعرف عليه بالدوله التي تطلقه حتى لا يحدث اشتباك معاه بالخطا. ازاي ما شاء الله جنودنا وضباطنا عاملين نظام بانه متعرف على كل هذه الانواع المختلفه من السلاح، وهي عمليه ليست سهله. معش كده انا كنت بتحدث مع حضرتك سياده السفير على المهارات بقى البشريه، القوه القتاليه للجندي المصري، مش قوه السلاح فقط ولكن حسن اداره واستخدام هذا السلاح. اللي شال المدفع على كتفه، والمدفع ده المفروض يبقى له قاعده على الارض عشان تستحمله، فشال المدفع والجندي المشاه حارب الدبابه، والجندي المشاه صعد فوق خط بارليف ودمره، دي النماذج اهي شفناها وما هيش سر النهارده. فبالتالي اذا مع حضرتك سياده السفير. طيب انا مع حضرتك، ولكن يعني زي ما بقول لحضراتكم احنا ليه بنقعد يعني نشرح لحضراتكم، لانه احنا ممكن نكون بنتفرج على المناوره حسم 2020، طبيعه الحال احنا لاننا مواطنين مصريين عاديين فليس لدينا درايه او خلينا نقول باللي بيحصل، لكن احنا بنشوف جزء
من قوتنا. طيب سيادة سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق بيعود إلينا مرة أخرى. سيادة سفير اتفضلي. أنا مع حضرتك يا فندم. طيب إحنا كنا هنا بنتكلم على يعني مهارة الجندي المصري في التعامل وإدارة الأسلحة المختلفة، وزي ما حضرتك بتذكر هي مختلفة من عدة دول وليها طبيعة خاصة ومهارة حسن الاستخدام أيضا. صحيح، ده صحيح. وأنا يعني في إحدى المناسبات الحقيقة تشرفت بمقابلة الرئيس وسألني هل في شهداء في عيلتك؟ قلت له أنا عندي أولاد عمي الاثنين إخوات، واحد في حرب 56 والثاني لأنه أصغر مني فأنا عاصرته تماما في حرب 73 قائد سرية دبابات حمدي حامد البيومي. وهذا الشاب أنا كنت يعني فخور به، كل ما يطلع أجازة يجي يكلمني على الله يرحمه. وهو أول شهيد في دمياط ومحطوط على النصب التذكاري وسريته مكتوبة باسمه. وكان يعني لما تشوفيه الحماس اللي هو فيه وهو بيتدرب، ومرة يجي إيده محروقة يقول لك أصلا عملت كذا. وفعلا هو لما استشهد لجرأته. كان حرب الدبابات معروفة، معركة الدبابات اللي هي أكبر معركة دبابات في التاريخ اللي حصلت على أرض سيناء، كان حمدي منهم. وقالوا له يا حمدي ارجع كفاية، قال لهم لا فاضل دبابة، وللأسف ضربها وضربته. فيعني الجندي رامي نفسه ومضحي بروحه في سبيل صيانة عرض الوطن وأرضه. ويعني النماذج هي حوالينا من أهلنا وعشيرتنا. والحقيقة على مدى السنين الطويلة الماضية ما فيش أسرة في مصر ما عندهاش شهيد أو من ضحى في سبيل هذا الوطن. إحنا أهل لهذا، إحنا دولة شديدة الاحترام وتقوم أساسا على التنظيم. نهر النيل نظمنا القوات المسلحة أساس في التنظيم، وبالتالي ندعو الله أن نواصل هذا النموذج وهذه الإجراءات بحيث أن يكون عندنا دائما عزة نفس، نشعر ببلدنا ولا نسترخص الروح والقلب في سبيل هذا البلد بكل شكل، ونربي أولادنا على هذه المبادئ. طيب سيادة سفير أنا عايزة حضرتك يعني أنا بشكرك على أسلوبك البسيط يعني السلس في عرض المعلومات. أنا بطلب من حضرتك لو بنشرح لي السادة المشاهدين يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد خط أحمر لأمن مصر القومي في ليبيا وهو بسرت والجفرة، عايزين حضرتك تشرح للمشاهدين هو أهمية عدم وصول الحرب في ليبيا أو الحرب الدائرة في ليبيا من الجماعات المتطرفة والمرتزقة عند هذا الخط تحديدا. لأن اللي يعدي هذا الخط دي الصحراء التي تربط مصر بليبيا بتعدي ليه؟ وخصوصا إذا كان قوات سواء مرتزقة أو قوات نظامية. أي تخطي لهذا الخط اللي الرئيس حدده يبقى إذن أنت تنوي الاعتداء. هناخد رسالة، إحنا بنقول لك أهو إذا عديت هذا الخط يبقى أنت ناوي تحارب مصر، ومش هستناك بقى لما توصل لي في الحدود المصرية، لا يبقى أنا من أول عبورك هذا الخط اللي أنا حددته وبقى معروف لكلينا، معروف للعالم كله والحلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وغيرهما. كل الناس عارفة الخط اللي عنده، لو تخطط أي قوات أجنبية هذه الحدود في اتجاه الشرق نحو مصر يبقى ده بداية عمليات ضد مصر. من حق مصر وفقا للقانون الدولي لنظام الأمم المتحدة للمادة 51 في نظام الأمم المتحدة اللي بتديني حق الدفاع عن النفس، يبقى من حق ان انا اتحرك. يعني هنا مفيش مفاجآت بقى، محدش يقول ده مصر جت اعتدت علينا جوه، لا متأسفين. احنا قلنا لك لو عديت هذا الخط يبقى انت اذا ذاهب الى معركة القصد منها الإساءة للأمن القومي العربي والمصري والليبي ايضا. وبالتالي تحديد هذا الخط معناه ان بعطي لنفسي كمصر الحق في ان ابدا العمليات العسكريه متى تخطط اي وحده عسكريه هذا الخط ايا كان شانها. طيب في المناوره حسم الموجوده حاليا، هل ده في جزء من الاستعدادات انه الجيش المصري او رساله للمصريين او رساله للمرتزقه الغير نظاميين او اي مكان القوات النظاميه زي ما حضرتك تحدثت سياده سفير انه احنا في وضع الاستعداد؟ إذا تجاوز أي شخص فإحنا في وضع الاستعداد وما فيش وقت للترتيب، ولكن مصر مستعدة في أي لحظة. بالضبط زي ما حضرتك بتقول، الرسالة لجميع الأطراف، أنا كده قلت استعملت تعبير لكل ذي عينين، كل واحد عنده دماغ وعينتين يبقى فاهم الرسالة.
وايضا جزء مهم جدا من الرساله لحضرتك وليا، عشان انا كمواطن ابقى مطمئن وانا قاعد في بيتي ان هناك اولادنا ربنا يحميهم يا رب، واقفين على خط الحدود يدافعون عن مصر قبل ما اي تهديد يصل لمصر بمئات الكيلومترات. فدي رساله لينا في الداخل لكي يطمئن الداخل، لان احنا محتاجين اليومين دول معركه تانية، محتاجين ننتج اكتر. مصر في حاله دلوقتي بحاجه الى انتاج اكتر، وامبارح انتجنا كام 100,000 شقه عشان الناس تبقى قاعده في بيوتها، هننتج كام سياره تعمل بالغاز زي معالي الوزيره ما قالت لك من شويه، بنحسن جوده الحياه داخل البلد. مش ممكن هبقى انا كراجل مدني اشتغل وانا عندي قلق من ناحيه حدودي. المستثمر مش هيقدر يجي في بلد احتمالات التهديد عليها عاليه. الرساله ايضا للمستثمرين، الرساله ايضا للداخل، ايضا الرساله للخارج، سواء هذا الخارج كان اخواننا في ليبيا يطمئنوا لاننا معهم حتى النهايه، الذين يعتدون من الاتراك ومن هم في اذنابهم واتوا الى هذه الارض يفهموا المساله مش رحله ومش لعبه. حلف الاطلنطي فهم الرساله المصريه، الروس فهموها، الصين فهمتها، الاتحاد الاوروبي تحرك. اذا هي رساله موجهه لجميع الاطراف، واكملها سامح شكري بخطابه في الامم المتحده برساله واضحه انتقد فيها من يحركون قوات على غير اراضيهم. واحنا هنا من جوابه بس مش في ليبيا، القوات التركيه محتليه شمال العراق ومحتليه شمال سوريا. حتى قبل الاحداث الاخيره انا من ايام دخلت وزاره الخارجيه في سنه 60، تركيا محتليه اللواء السليب ما نسميه لواء الاسكندرونه في سوريا، ولم ترد الى سوريا الى الان. فدوله بدات تستعيد الاطماع الامبراطوريه دي، لازم الاحلام دي يعني تقطع لها رقاب، لان في اطماع. في وزير الدفاع التركي لم يخفي هذا، قال انا احنا جايين ليبيا عشان نستنى، وهيبتدي يستولي على البترول. يعني دوله مفلسه جايه ترمي بلاويها علينا يعني. ثم شمال العراق، ثم الاحتلال في سوريا، كل ده تدخل غير مقبول. والاحلام الامبراطوريه للاخ اردوغان ينبغي ان تجد من يوقفها عند حدها. تمام سياسة سفير، هسألك على كان في تحدي آخر مهم يمكن حضرتك ذكرت جزء منه، ولكن احنا نتمنى انك تقول لنا باستفاضة أكتر. هذا التحدي هو التوازن الدولي في قدرة مصر، أو ما حققته مصر زي ما حضرتك ذكرت في تنوع مصادر الأسلحة من دولة إلى أخرى، وتطوير قدرات الجيش المصري بدون الاعتماد على جهة واحدة أو دولة. حضرتك بتشوف من وجهة نظرك إزاي مصر استطاعت تحقيق هذه المعادلة؟ لأن حضرتك سياستك الخارجية الآن في أجلى صورها وفي أفضل صورها. أنا راجل يعني أظن أنا بقالي 59 سنة فقط في الدبلوماسية المصرية، ربنا يدي حضرتك الصحة والعمر سيادة السفير، وبأتابع الله يديك الصحة، فأنا بأتابع السياسة الخارجية المصرية، عارف متى تجلينا ومتى تألقنا. أنت الآن لأول مرة تصبحي عاصمة كل سفارات العالم، أكبر عاصمة في العالم فيها عدد سفارات هي القاهرة، ما فيش دولة ملهاش سفارة في القاهرة، وده كسب كبير، ده الناس بتنفق بالمليارات. مش بس كده، حجم السفارات اللي في القاهرة، السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية أو السعودية، طبعا لعلك لو بتمشي على كورنيش الجيزة هتشوفي سفارة السعودية ما شاء الله فيها عاملة مطار فوق السفارة، وارتفاع المبنى أكبر من مبنى وزارة الخارجية، لأن البعض ساعات كان بيقول إن عندنا تمثيل دبلوماسي أكبر من أمريكا. لا يا فندم، السفارة الأمريكية في القاهرة، وأنا عندي الليستة الدبلوماسية بالمناسبة، فيها موظفين وعدد دبلوماسيين أكبر من السلك الدبلوماسي المصري كله، وهي أكبر سفارة أمريكية في أي مكان في العالم. ده معناه إيه؟ معناه اهتمام بمصر. أنت إذن استطعت أنك تكوني على صلة طيبة بالروس وبالأمريكان، بالصين وبالهند، بإندونيسيا واليابان في أقصى الشرق، وبالبرازيل والأرجنتين في أقصى الغرب. ده نجاح ليس له نظير. استعدت وضعك في الدول، في دول افريقيا، رأسنا القارة الافريقية. لما فكرت 28 دولة اوروبية و22 دولة عربية انها تعمل مؤتمر مشترك، عملته فين؟ في شرم الشيخ. دون اي تردد الرئيس اوباما قبل كده لما فكر يخاطب العالم الاسلامي 1400 مليار راح فين؟ جامعة القاهرة. اذن انت قلب العالم العربي والإسلامي والإفريقي، وعلى مرمى حجر من أوروبا. الرئيس له تعبير لطيف يوضح لك برضه الكلام اللي أنا عاوز أقوله. لما كان رايح موسكو
قال وأنا متجه إلى الشرق لا يعني هذا أنني أعطي ظهري للغرب. نعم. إحنا على أفضل علاقة. أنا لسه مخلص مناقشة رسالة دكتوراه في العلاقات المصرية الأوروبية. لما تخش في التفاصيل، الصرف، المساعدات، التعاون الاقتصادي، هتلاقي أن مصر لوحدها أكبر دولة تتلقى مساعدات وتعاون اقتصادي من الاتحاد الأوروبي. ليه؟ بيراهن عليك لأنك أنت أكبر شعب، أكبر دولة، أكبر جيش، دولة بمعنى كلمة لها كل يعني مؤسسات ومؤشرات وقواعد الاستقرار والاستمرار. وإن شاء الله يعني حتى في الجائحة الأخيرة المنظمات الدولية، عشان أديكي فكرة برضو عن وزن مصر، المنظمات الدولية بتشير إلى أن العالم كله في السنة القادمة سوف يتراجع الاقتصاد العالمي في معظم الدول بنسبة 6-8%، يعني هيحصل انكماش، الناس هتقل دخلها، إلا في دول محدودة منها مصر. لماذا؟ لأن احنا فعلا نجحنا في برنامج إصلاح اقتصادي بديناه بدري، قسينا على نفسه، الرئيس أشار لهذا. وإنما المدهش في هذا هي النقطة اللي انت بتركز عليها، قدرة الفرد المصري على تحمل قرار شجاع بالإصلاح الاقتصادي، سعر صرف واقعي، خلى المصريين في الخارج ينتعشوا، بيحولوا مدخراتهم وهم مطمئنين. فأصبحت عندك يعني نسميها بالكلام الاقتصادي ملاءة اقتصادية، احنا مليانين اقتصاديا الحمد لله. بحيث لما جت الأزمة ان شاء الله سنظل ننمو بمعدلات إيجابية بخلاف أغلب دول العالم. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة سفير، بشكر حضرتك على وقتك وعلى يعني الحقيقة التوضيح بطريقة سلسة وبسيطة، وهذا يعني ما كنا نسعى عليه في وجود حضرتك معانا.